تضاربت الآراء في الظروف متاع الوفاة متاعو. أهالي المنطقة يقولوا بأنها وفاة ناجمة على تضرب الغاز لاكريموجين، الغاز المسيل للدموع. التقرير الأولي للطب الشرعي يقول بأنها ممكن تكون وفاة طبيعية. أنت من العائلة سي فؤاد. هو للأسف أنا بعد التصريحات الأخيرة على لسان المجتمع المدني بعقارب فرحتي لم تكتمل، باعتبار أنه للأسف معناها إنسان أنه تكون روح بشرية تذهب فداء لهذه الاحتجاجات وهذه الروح، سواء كانت تنتمي للعائلة الشخصية لعائلتي أم لم تكن، في الأخير هي روح بشرية نأسف عليها جميعا. الشخص الذي توفي هو قريبي وابن عمي، وكان متواجدا في دائرة الاحتجاجات، ويبدو أنه يعني ما كانش في داره سي فؤاد، تأكد لنا هذا. لم يكن متواجدا في منزله. أنا كنت اتصلت بشقيقه وسألته حرفيا عن مكان تواجده أثناء المواجهات التي جدت بين قوات الأمن وبين المحتجين، وأخبرني بأنه كان متواجدا بمكان الاحتجاجات، وبمجرد استنشاقه لكمية كبيرة من الغازات المثيرة للدموع فقد وعيه، وبوصوله إلى المستشفى فارق الحياة للأسف الشديد. وهذا الأبحاث الأولية بلاغ وزارة الداخلية انفى هذا سي فؤاد، بلاغ وزارة الداخلية كان انفى أنه يكون متواجد في الاحتجاجات. بلاغ وزارة الداخلية في الحقيقة كان ينص على أنه كان متواجدا بمحل سكنه، أي بعيد 6 كيلومتر حسب البلاغ. أردت أن أتأكد من أحد أشقائي، وأخبرني بأنه عندما جدت الأحداث والمواجهات بين قوات الأمن وبين المحتجين، أكد لي أنه كان متواجدا بالطريق الوطني رقم 14 بالقرب من مفترق المدينة المؤدي إلى داخل المدينة، وأكد لي بأنه لا يعاني من أي مرض. والأبحاث الأولية حسب تقرير الطب الشرعي، ونحن نثق في الأطباء وخاصة الطب الشرعي اللي هو من خيرة الأطباء عندنا في ولاية طاقس، أكد التقرير الأولي أنه توفي على أثر سكتة قلبية. من المعلوم أنه استنشاق الغازات بطريقة كبرى قد تصل إلى الدم وقد تؤدي إلى السكتة القلبية. نحن الآن في انتظار التقرير النهائي الذي يقف على الأسباب الحقيقية المؤدية للوفاة. واضح. مرة أخرى احنا تعازينا الحارة جدا للعائلة الصغيرة والواسعة ولمنطقة عقارب الكل. إن شاء الله البركة فيكم، وشكرا لك على التدخل سي فؤاد لشهب. نذكره أنت رئيس المجلس البلدي بعقارب. شكرا لك مرة أخرى سي فؤاد. رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واحتجاجات عقارب ومصب عقارب. سي رمضان، هو الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة تقريبا تم عنوان معناها قسم مشترك يجمعها. دائما أنك تلقى الدولة موجودة في شكل تعهدات لم يقع الالتزام بها، في شكل اتفاقات تم التنكر لها، ولا في شكل قرارات مغلوطة. حراك رقاب هذا، حراك عفوا عقارب اللي تبعناه منذ سنة 2018، هو حراك في البداية هو حراك كان ثقافي فني وبشكل إبداعي. شبان كانوا كل سوق أربعة يعملوا حركات فنية معناها لجلب انتباه المواطنين والتحسيس بخطورة التلوث. الحراك هذا أخذ شيئا فشيئا أشكال مواطنية أخرى ومدنية احتجاجية، وأخذ مسار قضائي. توج في أوت 2019 بقرار قضائي بغلق المصب، ثم قرار من المجلس البلدي في شهر نوفمبر 2019 بغلق هذا المصب، باعتبار أن المصب تجاوزت فترة الصلاحية متاعه وطاقة الاستيعاب متاعه لم يعد من الممكن أنه يقع معناها توسيع فيه. ثم جاء اجتماع وتعهد وزارة البيئة بغلقه في موفى سنة 2021. في الأثناء ما صار حتى شيء لإيجاد بدائل لهذا المصب، وصارت الأزمة النفايات في جهة صفاقس، وصفنا صراع وإلا التجاذبات اللي صارت في الجهة ككل. احنا من حيث المبدأ مع كل أهالي صفاقس في بيئة نظيفة وفي مع تونس الكل. احنا في بيئة نظيفة، أخي علاش ما تكونش البلاد الكل في بيئة نظيفة؟ لهذا نحب نحكي فيه تحفظ الليلة. حقوق الناس أي. اللي صار اولا نعلق ربما سريعا على اللقاء رئيس الجمهوريه مع الممثلي الحراك. اللي صار هو ربما اصلح الخطا اللي اتخذته رئاسه الجمهوريه القرار بالتدخل الامني، لكنه لا لقاء اليوم كان في اطار انه نصلحوا الخطا نتاع التدخل الامني. لكن الاشكاليه الحقيقيه ما زالت قائمه، باعتبار انه وزاره البيئه
والوكالات المختصة كان من المفروض منذ جانفي، نحن نبهنا منذ جانفي أنه الإشكالية نتاع المصب قلنا يلزم حلول من الآن وبدأ، وجايين زادة كيف كيف المصب بورشكير في تونس العاصمة، وراو إذا كان يتواصل نفس السلبية نتاع الوزارة والوكالات راو باش نعيشوا نفس الأزمة اللي تعيشها صفاقس حاليا في علاقة بالنفايات في علاقة بمصب بورشكير. إذا الوكالات هذه لم تقم بدورها في إيجاد بديل معناها لهذا المصب، واتجهت للحل الأسهل وهو إعادة فتح هذا المصب، وبالتالي وكأنها أعادت نفس الخطأ ورسمت ركزت صورة الدولة التي لا تحترم القضاء، الدولة التي لا تحترم السلطة المحلية، الدولة التي لا تحترم تعهداتها من خلال التعهدات اللي اخذتها مع الحراك، وبالتالي شفنا ردة الفعل الشعبية وشفنا معناها مجرد أزمة صغيرة نخسروا معناها شهيد، نخسروا عشرات الجرحى، عشرات الموقوفين لقرار خاطئ، لأنه رجعنا نفس السياسات السابقة في حين نحن نحكو على تصورات جديدة، على بدائل جديدة، على حلول جديدة، على معناها الإنصات إلى الشعب. للأسف بمثل هذا القرار خسرنا برشا، والقرار هذا ينجم يعطينا صورة سلبية على إمكانية التعامل مع الوضع الاجتماعي في جهات عديدة، خاصة نعرفوا عنا مطالب اجتماعية كبيرة، عنا تعهدات في علاقة سواء بعمال الحظائر سواء بالقانون 38، باش نعملوا دورة في هالمطالب والاحتجاجات وغيرها.